الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. اطمنا على منتخب مصر واطمنا على الروح اللي داخل عناصر المنتخب واللحمه اللي موجوده بين اللعيبه، وان شاء الله تعالى تفضي الى فوز يوم الاحد على المغرب. ولكن ماذا في المغرب؟ كيف يستعد الاشقاء المغاربه لمواجهه منتخب مصر في هذه الظروف؟ معنا عبر سكايب من الدار البيضاء المحلل الرياضي المصري المقيم في المغرب الزميل عزيز محمد. سي عزيز اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن ابراهيم، ومساء الخير على الكابتن عدلي، والف مبروك علينا ومبروك على الروح الجميله اللي احنا شفناها امبارح في مصر. ازاي بقى الناس في المغرب؟ طبعا مصر والمغرب عايشين في اوتيل واحد وكان في القنده واحده، وكان واضح العلاقه الحميمه جدا بين المنتخبين والصور المشتركه. طب النهارده هم هيتواجهوا، ايه المردود عندك وشايف الصوره ازاي دلوقتي من خلال الشارع المغربي والاعلام المغربي؟ كابتن عدلي، امبارح كان الجمهور والاعلاميين والشعب المغربي كله ورا المنتخب المصري، وكانوا يعني بيشجعوه بحراره، حتى في ضربات الجزاء في ناس كثيره ما كانتش بتشوف ضربات الجزاء، كان حابين قوي ان مصر تفوز على كوت ديفوار وشجعوها من باب ان الاشقاء، واحنا اولى ان احنا نكون في الربع النهائي. اي فريق من مصر او المغرب يوصل هو يكمل البطوله وياخد البطوله. كان حافز حلو قوي، ولكن بعد المباراه ولقوا المنتخب المصري واقف على رجليه بالصوره اللي كنا كلنا بنحبها واللي احنا عاوزينها، اتفاجئوا بالمستوى الرائع اللي عمله المنتخب. بالتالي عندهم شويه تخوفات ان هم دايما مصر لما تكون معانا في الامم الافريقيه بتوصل للنهائي او المواجهات بين في الامم الافريقيه دايما لصالح مصر، يعني ما فيش حد نسى هدف في الامم الافريقيه، لكن في تصفيات كاس العالم دايما لصالحهم. طبعا هم الكفه اكبر، ولكن هم يعني متذكرين هدف طارق ابو زيد، ودايما يقولوا لي ان المفروض كان يستحق ما يلعبش، ان هو عنده انذارين. اقول له لوائح بتاعه الاتحاد كان ساعتها تسمح له. نفس القصه مع 98 بمخصيه حجي، دايما يقول لك احنا الوحيدين اللي فزنا عليكم في المباراه في البطوله دي، وكله خدنا الكاس في الاخر. واحنا خدنا الكاس فعلا، وفي 2006 احنا تعادلنا معاهم في المجموعات، صحيح، خدنا البطوله. طبعا دايما المواجهات مع مصر والمغرب بيبقى فيها نديه، فيها ديربي كبير، ولكن هم يعني الكواليس اللي بتحكي ان هم عاملين على اصابه الشناوي، ولكن فوقه بمستوى ابو جبل. اتمنى ان طبعا الشناوي يرجع بسرعه، وشفنا الروح الحلوه اللي بينه وبين انت في البرنامج اشدتوا بها وكل الناس شافوها، ان اهم حاجه في الاول والاخر منتخب مصر. طبعا برضو اصابه حمدي فتحي اخذت حيز من كواليس في الوسط الاعلامي هنا، ان هم اهم اثنين بالنسبه للمنتخب مصر. ولكن الحمد لله، الحمد لله ان احنا قدمنا مباراه تليق بمصر. احنا اول مره كابتن عادل يا كابتن ابراهيم نشوف كروش قدر يوصل للتوليفه او التشكيل اللي بنسبه 80% اللي احنا عاوزينه. احنا عاوزين كل واحد يبقى في مكانه، صحيح. ودي اللي لقيناه، يعني اول مره من 3 سنين نلاقي منتخب مصر بالشكل ده. طيب روح المنتخب، منتخب مصر احنا عارفين كل قوته وكل وضعيته يا استاذ عزيز، لكن المنتخب المغربي على الصعيد الفني انت شايفه ازاي من الداخل؟ لو قريناها فني يا كابتن، هو اهم حاجه وكلمه السر في المنتخب المغربي هو حكيمي طبعا وسفيان بوفال، يعني سفيان بوفال وحكيمي ومعاهم الحارس العملاق طبعا بونو. خلاف كده عندهم نقط ضعف كتيره، يعني عندنا عنده في خط النص مرابط وزنه تقيل قوي وكورته بطيئه، يعني لو عندنا
يعني كنت اتمنى حمدي فتحي يكون موجود، الضغط عليه هيعمل مشاكل كثيره قوي. انا اتمنى ان عمل مباراه كبيره، انا عاوز الضغط مباشر على خط النص. عندك خط الدفاع عندهم بطيء جدا، عنده السايس غانم السايس بطيء، وعنده الناحيه الشمال ادهم اللي هيلعب عليه محمد صلاح برضه في عندهم مشاكل كبيره. هو قوه المغرب في حكيمي وسفيان وبوفال، ان هم بوفال انا اعتبره من احسن اللاعب اللي عنده حلول كثيره في الناحيه اليسار، وبيدخل بيلاقي حلول، لا يجيب ضرب جزاء لا يجيب فاولات قدام منطقه الجزاء، واحنا شفنا خطوره الفاولات على منطقه الجزاء حكيمي بينفذها يعني بدقه كبيره، ان هو كان سبب من اسباب ان هو يتاهل يعني في الوقت الحرج يلاقي حكيمي بضرب الجزاء بضربه قدام خط 18 يعني. فقوه المغرب تتمثل في حكيمي وبوفال. اما لو احنا نزلنا التشكيل كروس ما يعني ما يرجعش يالف ثاني ويخلي صلاح راس حربه ومصطفى محمد هاف، يعني نخلي اللعيبه زي ما الكابتن عدلي، خلي كل لعيب في مكانه هيدينا اكتر، هيدينا مردود اكتر. يعني احنا شفنا اول مره في جماعيه في المنتخب المصري، المنتخب المغربي ظروف المباراه احنا هتفيدنا اكتر، ان الساعه 4 احنا واخدين لعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك حتى محمد صلاح واخدين على الاجواء دي بنسبه كبيره، الساعه 4 هيكون الرطوبه عاليه ممكن تاثر عليهم. احنا شفنا حتى في ماتش ملاوي لانهم في عندهم مشاكل في العامل البدني. اتمنى ان طيب يعني نلاقي الحلول. طب هم شايفين ايه تخوفاتهم بالنسبه للمنتخب المصري يعني هو يعني كيف يتحدثون عن المنتخب المصري وعناصر قوة الضعف عنه؟ هم طبعا خايفين من الناحيه اليسرى بتاعه المنتخب المغربي، ان هو ادهم اللي هيلعب عليها محمد صلاح، ان هو بطيء جدا وما عملش بطوله كبيره، بعكس ان احنا نقدر نلاقي حلول في الناحيه اليسار. عندنا محمد صلاح وعمر كمال عاملين، عمر كمال عامل جبهه جميله جدا، وكمان عندنا نجم كبير طلع، يعني احنا محمد عبد المنعم عامل اداء رائع، يعني بيقولوا هنا بدري بنون الثاني، ان هو بيستخلص الكره بدون اي مشاكل على منطقه الجزاء، يعني ما بيعملش اي فاولات. بيستغربوا حتى ان لعيب صغير بالشكل ده يدخل وعنده قلب انه يضرب يعمل ضرب يسدد ضربه جزاء بكل الدقه اللي عملها والثبات اللي هو فيه. اما هم قوتهم يا كابتن ان هم يعني طريقه وحيد بيلعب 4 4 2، وهي دي مش طريقه المغرب، يعني اي مدرب يجي يغير طريقه لعب لازم يغيرها من فتره، وانت قلت يا كابتن عدلي في البرنامج ان المدرب هو المسؤول الاول عن الفريق. هو فعلا كلمتك في محلها، ان هو التاليف كتير في المباريات ما بتديش النادي، مش هتيجي تجرب في وقت ضيق، لازم يكون عنده مساحه. فهنا هجوم كبير على وحيد بسبب ان هو بيلعب ب 4 4 2 وبيخلي الكعب والنصيري راس حربه، ودول طبعا بيبقوا عال على الفرقه ان هم ما بيبقاش موجودين، بدليل في مباراه ملاوي لقينا الكعب عند منطقه الجزاء بتاعه المغرب، فالطبيعي ان بيعدل في الشوط الثاني. انا اتمنى ان كروش يستغل لو نزل بالطريقه ديت وحيد ب 4 4 2 يستغل الفتره ديت، ونقدر نحرز هدف في الوقت الاصلي، وان عندنا اوراق قوه كثيره بالطريقه اللي احنا لعبناها قدام كوت ديفوار، عندنا نقدر نوصل لابعد نقطه ونوصل للنهائي كمان. انا شايف المنتخب المغربي قوته حاليا في حكيمي وسفيان بوفال. طيب لو الجبهتين دول قدرنا نوقفهم المغرب هيقف تماما. عزيز انا يمكن لاحظت ان كتير من الاخوه الاعلاميين المغاربه
شايفين ان منتخب مصر فرصته في الفوز كبيره، ولقيت منصف اليزجي ولقيت كذا حد من الصحفيين المغاربه بعت لي كده، هل ده نوع من التنويم ولا دي حقيقه الامر الفني بالنسبه لهم؟ لا هو طبعا كله متفائل ان المغرب تفوز، طبعا كل حظوظ المنتخب المغربي موجوده، حظوظ كامله، وفريق يقدر في اي وقت يحرز اهداف، عنده بيقدر يجيب اهداف من الكور الثابته، عنده حلول فرديه مع سفيان بوفال، الناصري اخيرا احرز هدف، فعنده حلول وكل واحد يؤمن بفرقته. ولكن على الورق دايما حاله اللعيبه في المباراه هتكون ازاي، حاله التركيز هتكون ازاي. انا اتوقع اللي هيبقى مركز اكتر وهادي اكتر هو اللي هياخد المباراه. المباراه متساويين يا كابتن ابراهيم 50-50، ولكن على ارضيه الملعب هنشوف حاله المنتخب المصري. نتمنى ان هو يكون في الحاله اللي احنا شفناها في كوت ديفوار ويعملوا مباراه كبيره ونتاهل ان شاء الله. احنا شفنا المنتخبات الكبيره دلوقتي بتطلع كلها، ما فيش الا السنغال ومصر والمغرب، دي يعني نهائي مبكر، كنا نتمنى ان احنا نقابلهم في النهائي، ولكن القرعه حكمت ان احنا لازم دايما المغرب يكون معانا وان شاء الله نفوز. المدرب وحيد عليه اجماع ولا بيلاقي مشاكل اعلاميه؟ طبعا هناك مشاكل كبيره حتى قبل البطوله، يعني هو ضم بدري بانون وضم سفيان رحيمي بالضغط الاعلامي، ان هم مقدمين مستويات كبيره مع الاهلي ومع العين الاماراتي، ومع ذلك سفيان رحيمي برضو كل الناس بتستغرب ليه ما بيلعبش، حتى مش موجود في القائمه بتاعه المباريات، يعني هو في احتياج لسفيان رحيمي، ولكن هو من المدربين العنيده اللي هو يعني بدليل انه ما خدش حكيم زياش اللي هو لاعب تشيلسي اللي معروف ومن احسن اللعيبه حاليا في العرب موجودين. يعني هو عنيد مع نفسه، ولكن يا ريت يكون عنيد ويلعب بالطريقه اللي هم بيهاجموه بها عشان نقدر نستغل المباراه. يعني ان شاء الله يا عزيز، شكرا جزيلا ليك، الزميل الاعلامي والمحلل المصري المقيم في الدار البيضاء عزيز محمد، شكرا ليك، كان معانا عبر سكايب من المغرب. اعتقد حطكم في الصوره بالنسبه للمنتخب المغربي والراي العام والشارع المغربي قبل مواجهة منتخب مصر.